السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التمست وكيل الجمهورية الفرنسية اليوم الاثنين عقوبة عشرة أشهر سجن غير نافذة في حق الدول الجزائري يوسف عطال وحسب ما جاء في صحيفة نيس ماتان الفرنسية فقد طلبت وكيل الجمهورية لمحكمة نيس بسجن عطال لعشرة أشهر غير نافذة بتهمة التحريض على العنف والكراهية وفي خرجة استفزازية أخرى لوكيل الجمهورية الفرنسية التمست هذه الأخيرة أن يقوم عطال بنشر العقوبة المسلطة عليها لمدة شهر كامل على حسابه الشخصي في أنستغرام